تقدير مؤسسة فيتش بإمكانية تخفيض التصنيف الائتماني للكويت من مستوى AA بسبب تصاعد الاحتجاجات السياسية، جاء بمثابة جرس إنذار للجميع بأن متانة الاقتصاد الكلي وقوة الموازنة العامة للدولة وريع النفط لن يشفع لها أمام حالة الجمود السياسي المستمر. كل شايف جو الإحباط الموجود بالكويت، التأزيم السياسي المستمر، كل يوم ننام على مصيبة ونصحى على فضيحة، فبالتالي مشاكل سياسية كثيرة تعيق العمل، ونشوف استقالات الوزراء بالفترة الأخيرة تعطينا مؤشر أن فعلا هناك تذمر حتى من الوزراء، فبالتالي في ظل هذا الجو المحبط ما نتوقع يتم إنجاز أي شيء، وبالتالي ينعكس على تنافسية الكويت. فيتش اعتبرت في بيانها أن التظاهرات الشعبية الأخيرة ضد المرسوم الذي عدل آلية الانتخابات البرلمانية في الكويت توحي بحالة من الاستقطاب الحاد في المشهد السياسي، مما قد يؤثر على الوضع الاقتصادي. الحراك السياسي هي من أهم الأسباب التي قد تؤثر على التصنيف لدولة الكويت، الحراك السياسي وعدم الاستقرار السياسي مما يؤثر على القوانين وتمريرها والمشاريع التنموية الحيوية للبنية التحتية، كل هذه الأمور تتأثر سلبا. ومن المفارقات أن الموازنة العامة للكويت تعتبر الأقوى من بين الدول التي تقع ضمن تصنيف مؤسسة فيتش، فقد حققت الكويت فائضا في ميزانيتها بلغ 36 مليار دولار في ميزانية السنة المالية 2011-2012، حيث تراوح متوسط سعر برميل النفط ما بين 107 دولارات إلى 110، وتعتبر السنة الثالثة على التوالي التي تحقق فيها الكويت فائضا في ميزانيتها. فأنا أعتقد أن موضوع الشركات هذه اللي أو اللي الريتنج ايجنسي اللي تكلم عنها مؤسسات التصنيف مو لازم صراحة يكون لها تأثير سلبي، بالعكس أنا أعتقد أن هذا يمكن حافز للدولة أنها تشجع على تدخل وتنمي أو تتدخل بشكل فعال، وهذه طبعا كلها راح يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد بشكل عام. سنوات من المناشبة والسجال السياسي على الصغيرة قبل الكبيرة تركت تأثيراتها على ملف التنمية والاقتصاد، وما تحذير فيتش بخفض التصنيف السيادي للكويت إلا جرس إنذار من تداعيات أسوأ سيكون لها رغم قوة الحالة المالية للدولة تأثيرات أعمق وأشد. أسامة رشيد، سي إم بي سي عربية، الكويت.